كريم تعالى اتفضل قول لنا برضو على نقاط القوه اللي متواجده. انت موافق على ان التشكيل فيهم الاول يا كريم؟ انا اعتقد اسلام التشكيل الثاني الاقرب، لان طبعا التشكيل الثاني هاتونا التشكيل الثاني. التشكيل الثاني الاربعه ثلاثه اربعه مش هيلعب بخمسه بالظبط. وطبعا غيلان الشعلالي خلاص ما سافرش، مش هيسافر مع الفريق، مش هيسافر اكيد. وطبعا غيلان لعيب مميز جدا في خط الوسط، بس هو يعني ما بيلعبش المباراه الاخيره، كان لاعب مباراه النجم الساحلي في دور الثمانيه في كاس تونس، والمباراه اللي خرج منها الترجي من دور الثمانيه في الكاس، وبعديها طبعا فوسيني كلوبالي رجع للتشكيل. اللي انا عايز اقوله ان اعتقد معين شعباني هيركز على الجناحين، وبالتالي عشان يركز على الجناحين محتاج ان هو يبقي على طريقه الاربعه 2 3 1 عشان يطير حمدي النقاز وإلياس شتي. في وجهه نظري لا، بس العكس. نعم؟ يعني انا الاقرب ان انا لما اعوز اطير الجناحين بتوعي، الجناحين نعم. الباكين ولا الجناحين؟ لا لا لا، الفول باكس. الفول باكس، الفول باكس، الفول باكس، الفول باكس لازم عشان اغيرهم او عشان اطيرهم. نعم. لازم احط حد في ظهره او ارجع واحد تلات. او ارجع واحد من خط الوسط يبقى ينزل مع الاثنين مساكين. ما هو يبقى كده برضو رجعت لتلاتة اقرب لتلاتة يعني. بس ماشي. اهم حاجة هنا بوظف واحد من خط الوسط عشان انا ما اقدرش ازود مدافع، لان انا محتاج ان انا ارجع في النتيجة عشان اعوض خسارة الذهاب. صح. بس الفرق في ايه بقى في التوظيف؟ الفرق في التوظيف ان احنا شفنا في ماتش الذهاب في الشوط الاول على وجه التحديد، الياس شتي لما كان بيطير كان حمدي النقاز يبدا يتقدم لغايه نص الملعب ويستوب عشان ما يسيبش مساحات كتيره. طيب حمدي النقاز لو طار على طول الياس شتي بيعمل نفس، بيبص بيضرب عينه على زميله ويبدا ياخر نفسه عشان ما يبقاش الاثنين طايرين. انا في وجهه نظري ان في الماتش الجاي هيبقى في ضغط علينا من الاطراف مع طيران حمدي النقاز وطيران الياس شتي. لو نفتكر ماتش الزمالك هم فعلا ضغطوا نادي الزمالك في الشوط الثاني لما الاثنين كانوا بيطيروا في نفس الوقت، وكان ساعتها اعتقد كان حمدو الهوني وكان معاه ويليام توجاي بيقدروا يخشوا يلعبوا ناره لجوه ويسيبوا الاطراف لحمدي النقاز. وليه شتي لو تفتكر حمدي النقاز عمل هو عمل مباراه قويه جدا ذهابا وايابا من الزمالك. وبالتالي انا بشوف معين شعباني هيبقى الاختلاف ان الياس شتي وحمدي النقاز هيبقوا طايرين مع بعض في نفس الوقت، محدش هيقف. لا. أوكي. ليه؟ ان هو محتاج ان هو يضغط، وفي نفس الوقت في وجهه نظري حمدو الهوني طبعا اكيد اساسي هيلعب على الوينج الشمال، وويليام توجاي هيلعب على الوينج اليمين، هيبداوا يخشوا لعمق الملعب عشان يكونوا ما يشبه كده الخماسي الهجومي، اضافه لخالد عبد الباسط طبعا راس. معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ان هذا الثلاثي هيكون جوه اللي هو ده، وويليام كمان هيخش معاهم طبعًا. وحمدي الهوني هيخش معاهم، ويبقى مع خالد عبد الباسط. خلاف طبعا او يعني ان غيلان الشعلالي اللي هو في نص الملعب هنشيله وهنحط رؤوف بن غيث بلاي ميكر، طبعا اللي احنا الحمد لله قدرنا يعني نتحكم في ادائه في المباراه الذهاب، وان شاء الله باذن الله باذن الله الجهاز الفني واللاعبين يبقوا فاهمين اكيد كل الامور دي، لان اكيد معين الشعباني في ماتش الاياب هيلعب ضد حاجتين، هيلعب ضد النتيجه انه خسران ماتش الذهاب، وهيلعب ضد الوقت. كل ما الوقت بيمر هو ده مصالح النادي الاهلي، مصالح النادي الاهلي، وبالتالي هو محتاج ان هو يسرع من عمليه الهجوم في المباراه القادمه ان شاء الله. دكتور احمد خليك يا كريم، انا هروح، انا عايز اريح بقى. اتفضل يا كابتن اسلام.